طبعا فلاش لايت يعني يكشف، بس انا مش بتكلم على الكشافات العاديه البلاستيك اللي بتلاقيها في السوبر ماركت، لا بتكلم على كشافات محترمه مصنوعه فعليا من المعدن وفيها ال اي ديز كويسه جدا مع تشيب جواها وفيها تكنولوجيا، يعني مش حاجه كده مجرد كشاف عادي وخلاص. تقدروا طبعا تشوفوا حلقات السكاكين اللي عملتها قبل كده عشان تعرفوا عنها تفاصيل اكتر، واللي ما شافش الحلقه اللي كانت فيها عن الولاعه دي ولاعه لطيفه جدا اسمها باور براكتيكال، وزي ما شايفين بتعمل اركس كده بالبلازما ومعرفش ايه. سيب لكم لينك ليها في صندوق الوصف تحت الفيديو لو حابين تعرفوا عنها تفاصيل اكتر. بس خلينا الاول نركز على هذا الفلاش لايت من شركه اسمها اولايت. انا في العاده بشتري حاجات زي دي من امازون، لكن على فكره اولايت شركه ليها وجود في العالم العربي وبتشحن لاي دوله في العالم العربي، فدي حاجه لطيفه جدا. النوع اللي بعده اسمه بيران كيت، ده هيديك 2000 لومن اضاءه، الاضاءه بتتقاس بحاجه اسمها لومن، و2000 ده يعتبر كتير جدا على فلاش لايت، والاضاءه بتاعته هتوصل لحد مسافه 120 متر يا جماعه، نتكلم على كشاف عربيه هنا. خلينا نفتح العلبه مع بعض ونشوف، والعلبه لطيفه ماجنتيك كفر. هنا في اوكي في زي انستراكشنز كده شويه حاجات مبدئيه ما علينا منها حاليا، وهذا هو الفلاش لايت. انا شغلته اوريدي اوكي لقيت فيه دلوقتي اوه لطيف جدا. طبعا معظم الفلاش لايتس التقليديه بيبقى الكشاف من قدام ال اي دي من هنا وبتضغط على زرار كده وتمسكه كده، لكن ده ال اي دي بتاعه هنا، فانت تقدر تمسكه بشكل راسي فعليا، هي تكون ماسكه اريح بكتير، والزرار بتاعه من فوق، او طبعا تقدر تعلقه في اي حاجه بكذا طريقه، وكله مصنوع من المعدن، شكله مصفح جدا اساسا. رجعنا تاني دلوقتي نشوف في ايه تاني جوه العلبه. في رساله شكر لطيفه هنا من الفريق بتاع اولايت، نشوف في ايه تحت هنا تاني. اوكي العلبة الأولى فيه ستراب لطيف عشان تشبكه في إيدك، في كمان الشاحن، طبعًا ده يعني فلاش لايت من نوع مميز، فهنا مش بيشتغل بالبطاريات العادية، هنا عندك شاحن يعتبر ماجنتيك بس بتجيب الفلاش لايت من تحت وتقرب منه الشاحن، وعندك الطرف التاني يو اس بي توصله بأي يعني بأي باور بانك أو في الكهرباء وهيشحن عندك مباشرة، دي حاجة لطيفة. البطارية اللي موجودة هنا زي البطارية اللي موجودة في موبايلك فعليًا. العلبة التانية موجود المانيوال عشان في مودز كتير هنا هنتكلم عليها، وعندك هنا كمان هيد ستراب. في حالات معينة في ناس كتير محتاجة تستخدم فلاش لايت وفي نفس الوقت محتاجة تستخدم إيديها الاتنين، فده ستراب هتلبسه على راسك فعليًا، وفي مكان تشبك فيه الفلاش لايت بالعرض كده وهيكون قدامك كشاف كأن أنت عندك كشاف متركب فيك زي العربيات. أدي البطارية اللي جوه الكشاف، طبعًا مش بطارية بتغيرها، دي بطارية قابلة للشحن مش بتشيلها من مكانها اساسا. بطاريه حجمها 3500 ملي امبير، رقم خطير جدا على فلاش لايت بصراحه، يعني في موبايلات ما فيهاش الرقم ده اساسا. طبعا هو صعب حبتين اقدر اوريكم كشاف يعني في فيديو، محتاجين مساحه ومحتاجين نطلع بره وما اعرفش ايه، لكن قوه ال اي دي هنا بيبدا معاك من 5 لومن لحد 2000 لومن حسب ما انت عايز، وفي كذا مود وتقدر تتعلم الضغطات هنا، يعني ضغطه مثلا صغيره تعمل لك الفلاش لايت صغير خالص كده، مثلا تفضل ضاغط يعمل لك اقوى شويه، تفضل ضغط تاني يعمل لك اقوى زياده، ده التيربو مود بس كده، ده 2000 لومن. انا الحيطه قدامي كلها منوره دلوقتي رغم ان الاوضه كلها منوره، فواضح ان هو قوي جدا، ده يعني خطر تبص عليه بعينك اساسا. حاجه انا عن نفسي اول مره اشوفها في فلاش لايت ان في فايبريشن، هذا في فايبريشن ما بين كل مود والتاني، بتحس بهزه كده زي بتاعت الموبايل برضو، احساسها لطيف جدا ومفاجئ بصراحه. انت فاجئت اول ما حسيتها بايدي قلت ايه ده بالظبط، فهمتش، لكن قريت ان هو في فايبريشن فعليا. خليني اوريكم كمان حاجه متطوره اكتر، شايفين الجزء الاسود اللي فوق ده اللي موجود في فوق ال اي دي، ده عباره عن انفراريد سنسور، ووظيفته ان انت مثلا لما تشغل فلاش لايت وشغال بقى بنور عالي جدا وفي حاجه قدامك اعترضتك، لما تقرب مثلا كده الاضاءه بتقل لوحدها اوتوماتيك، ولما تبعد ترجع تشتغل تاني، بحيث لو في عوائق قدامك لو حاجه قربت ما تبقاش بتضيع البطاريه على الفاضي او بتعمي حد قدامك. دي حركه ذكيه جدا بصراحه، وبتعمل برضو فايبريشن كل ما في حاجه تتغير. موضوع معقد جدا، مش الفلاش لايت التقليدي خالص اللي انت بتشتريه من السوبر ماركت. طبعا مع المغناطيس اللي هنا تقدر تشبكه في اي حاجه معدن في جنب عربيه مثلا، وطبعا بالشكل ده ومع الهاندل دي مثلا ممكن تعلقه في شنطتك لو انت شايل باك باك تعلقه هنا، وطبعا مع الهيد ستراب في كذا طريقه تستخدمه. ده مقاوم للصدمات تقريبا متر ونص هيقع منك مش هيحصل له حاجه، ومقاوم للميه كمان IPX8، يعني عادي ممكن تغطسه في الميه متر ونص او مترين مش هيحصل له حاجه. الحاجات دي اكيد مش لكل حد، بس لو تعمقت في موضوع فلاش لايتس وقريت فيها كده ودعبست على الموديلات الموجوده هتكتشف ان في عالم كبير من الحاجات اللي لا يمكن تتخيل انها موجوده في باكج صغيره قد دي فعليا. طبعا اذا ليك في اجواء الاي دي سي والحاجات اللي بتشيلها معاك، او طبعا ليك في المغامرات والطلعات والبر وما الى ذلك، حاجه زي دي اتوقع هتعجبك جدا. هو مش رخيص على فلاش لايت اكيد، بس يعني الموضوع زي ما غير عن الفلاش لايتس التقليديه، وهسيب لكم لينك في صندوق الوصف تحت الفيديو.